نعم. مباشرة من مركب الرجاء. يوسف فين؟ نعم نعم. فريق الرجاء يستعيد الأجواء، ناخذ من عندك. وأيضا حتى الحديث على الحديث حاليا، مجموعة من الأخبار كتنقل على يحيى كيبي، شنو الجديد ديال هذا اللاعب يوسف؟ بالفعل يحيى كيبي فاللي كان عنده عرض من نادي الخريطيات القطري، ف نظرا لهذا العرض فيحيى كيبي فضل انه يطلب من نادي، من اداره نادي الرجاء الرياضي، على فسخ العقد اللي كيربطوا مع نادي الرجاء لهذا الموسم والموسم المقبل. ونظرا لان فريق الرجاء الرياضي باش يهرس لو كونطرا ديال اللاعب يحيى كيبي، فهو حصل على، غادي يحصل على مبلغ ديال 150 الف دولار اللي غادي يحصل من طرف نادي الخريطيات باش ياخذ لو بيت سورتي ديال يحيى كيبي. يحيى كيبي من ممكن انه شاف على انه ما غير ممكن انه يعتمد عليه المدرب روما في هذه الفتره الحاليه، فهو بالتالي فضل على انه يعني يستسلم للعرض ديال نادي الخريطيات ويرجع لقطر فين كان كيلعب هذه تقريبا خمس مواسم. فضل انه يرجع لقطر على انه يبقى كبديل هنا في مدينه الدار البيضاء، بالضبط في فريق الرجاء الرياضي. طيب مع المجيء ديال روما يوسف، كاين لاعب حاليا اللي تنقل الاخبار عليه بان الرجاء مهتم بالخدمه ديال هذا اللاعب. وكتعرف كتكثر يعني الاشياء مع النتائج المخيبه اللي كيحققها اي فريق، فكيكثروا الاقاويل حول هذا الفريق مهتم بهذا اللاعب. اللي كاين هو انه ما كاينش اهتمام رسمي، كاين غير في المواقع يعني الاجتماعيه والالكترونيه. اللي كاين هو انه الميركاتو باقي بعيد، مازال ما تقريبا باقي لي واحد الشهر او لا هذا. ففريق الرجاء الرياضي هو الان منصب على الاستعداد للمباراه المقبله، رغم ان كاين لا تريف حد نظرا لي دات فيفا اللي غيلعبوا فيها المنتخبات. ففريق الرجاء الرياضي اللي كيستعد في غياب الكثير من اللاعبين بحال الحاج، بحال الجبيره، سعيد فتاح، قال الوادي حتى وكذلك اللي كيتواجد مع المنتخب الاولمبي. فاستعدادات كنا تبعناها مع بدايه الحصه التدريبيه ديال اليوم، فعدد قليل ديال اللاعبين اللي كيضربوا هادشي اللي ضفنا لهم كوكو والكاروش اللي كيغيبوا ما كيغيبوش على الحصه التدريبيه وما كيغيبوش على المجموعه، ولكن هما فقط يعني سو كونتونت باش يجريو اوتور دو تيران. ف يعني جريات خفاف، وهذا كيبين بان مره اخرى عادي الكاروشي ولا كوكو مازال ما دخلوش في المجموعه. لو كان ان ما نقدروش الان نحسموا في مساله واش غادي يشاركوا المباراه المقبله اللي غتجمع امام المغرب الفاسي بمركب محمد الخامس مدينه الدار البيضاء. بالمناسبه فالاشغال سالت وفريق الرجاء الرياضي غيستقبل فريق المغرب الفاسي بمدينه الدار البيضاء بالضبط بمركب محمد الخامس. فما كان ما غير ممكن ان نحسموا في المساله واش يقدر كوكو يكون واجد من هنا تقريبا واحد 10 ايام او عادي الكاروشي. نعم. الاخبار تقول ان جميع اللاعبين فهما في صحه جيده، بما فيهم ياسين صاحي اللي كان في الاستضافه ديال لينو باكو يوم امس في برنامج رجا كافي. فاليوم كذلك فهو كيكون معروف انه مفتوح لوسائل الاعلام، فلا لكن وسائل الاعلام وطنيه وكذلك كاينه دوليه، خصوصا انها جات وكتسال بعض اللاعبين على يعني الخلفيات ديال القرار ديال الكاس الاخير اللي كان طرحته قبل قليل. وبالتالي فكان يوم غني، الحصه التدريبيه كتدوز في يعني في جو عادي، ما كاين حتى شي مشكل. دابا يوسف باش انت كتبقى قبل ما نعطيوك هذه الاشاره، انت كتبقى اقرب الفريق الرجاء، يعني الحديث ديال بعض المصادر على لاعب اوغندي اللي هو يونس سينتامو، هذا مهاجم نادي فيتا كلوب الكونغولي، كيبقى يعني الرجاء مهتم به حاليا، مازال ما كاينش حاجه رسميه. ما كاين حتى شي حاجه رسميه، وكتعرف كاين هذه المساله اللي المهم هذا كيبقى حكم شخصي ديالي، وانه كاين بزاف ديال اللاعبين فهما كيظهروا بوجه جميل مع الفرق ديالهم، ولكن اون فوا كيجيو للرجاء ف يعني الاشعاع ديالهم ما كيبقاش بحال ديوكراندا اللي تو رجع للفيتا سبور. كاين الكثير من اللاعبين الان ترجموا في مصير بعض اللاعبين اللي ما لعبوش مع بنشيخه بزاف وما لعبوش مع روما وامثال الكناوي، رغم انه كان مصاب، ممكن انه ما لعبش امام النادي الخليطري، ولكن فاش ما كانش مصاب فهو ما كانوش كنعتمدوا عليه اللاعب الكناوي. اكيد على ان فريق كيف ما من حجم الرجاء خاص يكونوا الكثير من اللاعبين، وحتى اللاعبين يصبروا على انهم كاينين في البونتوش، ولكن كتبقى دائما هاد الاشياء كذا يعني تطفو على السطح. لماذا؟ لان النتائج سلبيه، كون كانت الفرقه دايره والنتائج غادي تكون افاقه ديال الرجاء كتربح، فما كنظنش انه غيكونوا هاد التساؤلات. غدا
فريق الرجاء الرياضي غادي تكون عنده مقابله وديه امام المنتخب الاولمبي اللي كيشرف عليه بن عبيشه، الاطار الوطني بن عبيشه. غادي تنطلق المباراه على الساعه الثالثه والنصف. ممكن ان نشوفوا تغييرات. مباراه وديه يوسف، فين غتلعب؟ في مدينه الرباط. غادي تلعب في مركز المعموره انطلاقا من الساعه الثالثه والنصف. وهناك بحث جاري على مباراه اخرى، مباراه وديه، لكن المنافس مازال ما تحسمش فيه نهائيا مع نهايه الاسبوع، او غالبا ما غتكون المباراه يوم السبت صباحا. نعم، اذا شكرا لك يوسف شاني، خدينا من عندك الاخبار، مستجدات، خبيرات ديال الرجاء، تفاصيل ديال الرجاء، اخر الاخبار اللي كما قال البارح. وك يعني كل اسبوع كل سيمانه كيكون برنامج ديال الرجاء كافي مع لينو باكو، كناخذوا اخر الاخبار ديال فريق الرجاء على غرار البرنامج ديال ويداد كوم، الاخبار ديال الوداد، في انتظار يكونوا برامج اخرى ديال الانديه الوطنيه ديالنا.